كذلك من الشبهات اللعب بمصطلح الحرية والحريات، ونعني به حرية العقيدة وحرية المرأة وحرية الرأي إلى آخره. ودي من أخطر الشبهات الفكوة الملاحدة في المجتمع المسلم بالذات. قالوا للمسلمين الحرية أن تكون زول حر، ما بزول استعبادة، غشوم. للحرية عند الملاحدة والعلمانيين ما تكون زول حر، الحرية عندهم معناته تتحرر من الإسلام، تتحرر من العبودية بتاعت ربنا. عشان كده بقول لك المرأة دي لابد نحررها من شنو؟ من الحجاب. الحجاب أمر به منه؟ أمر به الله. معناته دارين تحرروها من عبودية لله. يقول لك المرأة دي نحررها، دار تزوج شنو؟ علمانين. يقول لك لابد تختلط بالرجال وتحتك بالرجل في كل مكان. طيب ربنا حرم الاختلاط، يبقى انت تحرر من تعاليم واوامر ربنا، ما دار تحرر تبقيها حره ما عبد لاحد، انت دار تبقيها ما عبد لله، ما امل الله سبحانه وتعالى. طيب، وحريه العقيده خلاصتها كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، خلاصتها أنه لا داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب، لخلاصة حرية العقيدة. ومعناها أن يعتقد كل إنسان ما يريده، ذاك يعبد بوزة، ذا يعبد البقر، زي ما شفت جايبين مقطع بتاع واحد هندي من عبادة البقر، بيجلبط البقرة بالك الله يكرمكم في الواطة بقطين، شال الطين جلبط ده وتب تب، تاني أدته حاجة برضو قام شرب، أخذت يده كده زي الصقاطة وشرب فريش، شفت كيف؟ انتهى قام سجد للبقرة. الله غايته، البقرة خير منه، ده والله خير منه. ربنا قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعلمانيين دايرين ده يكون كده حرية، بس حرية عقيدة، يقول لك ندعو إلى حرية الاعتقاد. والغريب والعجيب إنه الدعوة إلى حرية الاعتقاد دي ذاتها شالوها ناس بيسموا نفسهم مفكرين إسلاميين، ودعوا لها ودعوا لها حرية العقيدة. أي زول يعتقد ما يشاء، لو أي زول يعتقد ما يشاء ربنا ما كرس الكتب. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. وربنا سبحانه وتعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مش تعتقد ما تشاء، تعتقد الإسلام. لكن العلماء قالوا نحن ما بنجبر الزول على الدخول في الإسلام، بنقنعه، نحن كدعاة بنقنعه على الدخول في الإسلام، لكن إذا دخل الإسلام لا يجوز له أن يخرج، وده حكم رباني ما خجلان منه، مهما حاربوا الشيوعيين والملاحدة ما خجلان منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. واحد مفكر قال إسلامي حسب ما بسمي نفسه، قال دينه ممكن يكون النصرانية ودخل في اليهودية، هل نقتل؟ ممكن يكون اليهودية أو المجوسية رجع على النصرانية، هل نقتله؟ دار يتفلسف ويلعب على الحديث. ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المقصود هو واحد، لا يهودية لا نصرانية، دين الإسلام. من بدل دينه ومن بدل الإسلام فاقتلوا. مش كان يهودي بقى نصراني نقتل، لا، من بدل الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.